السلام عليكم، يعطيك العافية. اليوم راح تاخذوا ان شاء الله الجي اي سيستم داتا انتربريتيشن، اللي هي بتتكون من اندوسكوبي ابدومينال اكس راي. راح نحكي شوية كيس ستدي عن يعني ايش الشغلات اللي احنا ممكن نستخدم فيها الاندوسكوبي والابدومينال اكس راي. طبعا الكيس ستديز هي تقريبا مثال على كيف راح انتم تشوفوا مريض وكيف راح نستخدم الاندوسكوبي مشانها. فلا طبعا الاندوسكوبي بدون الاكس راي اي اشي ممكن نعمله للجي اي، هاي طبعا نعملها مش على طول لاي مريض، لازم يكون في عنا هيستوري، لازم يكون في عنا فيزيكال اكزامينيشن. فهيك الكيس ستدي بتذكر لنا شغلات من الهيستوري، شغلات من الفيزيكال اكزام، شغلات من الاندوسكوب نتائجها، عشان انتو تقدروا تحللوا شو مال المريض. هلا اول اشي بالنسبه للاندوسكوب، الاندوسكوب طبعا هي بروسيجر بتكون جراحيه من عشان نشوف فيها الاعضاء الداخليه للمريض، ونستخدم فيها اندوسكوب اللي هو المنظار، وبيكون طبعا التيوب فليكسبل. هلا يعني الشغل عليها على فكره مو سهل كثير على الاندوسكوب، بس احنا بدنا نشوف النتائج، وهاي طبعا بياخدوها مثلا سب سبيشاليتي لمده سنتين عشان يتعودوا انه يعرفوا يستخدموا الاندوسكوب. فهلا بنطلع وبنشوف بيطلع بالاخير سي دي فيديو شو ممكن يكون في موجود عند المريض. هاي بنستخدمها للدياجنوسز، ممكن تكون علاجية، وراح نحكي مثلا لشو. هلا في عنا الابر اندوسكوبي، هاي اللي بنيجي بندخل فيها السكوب من عند الفم وندخله بالإزوفيجاس ونوصل فيه، ممكن نوصل فيه للمعدة. السيجمويدوسكوبي بندخل فيه من عند الريكتم، تمام، وبنشوف فيها سيجمويد كولون، بس غالبا بيكون ريجيد ما بيكون فليكسبل، فبدخل على طول من الانس للريكتم وبنشوف فيه سيجمويد كولون، وما بنقدر نفوت اكثر من سيجمويد كولون فيه. بالنسبة للكولونوسكوب هلا هذا بيكون ايش فليكسبل، فبنقدر نلف فيه بالكيرفات كلها الموجودة بالكولون، فبنلف فيه بنشوف ممكن نوصل فيه للتيرمينال ايليوم. غالبا بنشوف فيه بس الكولون، بس ممكن نوصل للتيرمينال ايليوم. هلا الـ ERCP اللي بسموها Endoscopic Retrograde Cholangiopancreaticogram، هاي طبعا Complicated Procedure. ايش بنسوي فيها؟ بندخل السكوب في الماوث، بدخل للإيزوفيجاس، بدخل للستومك، بدخل للدودينام، بعد الدودينام بندخل بروب من عند الأمبيولا أوف فاتر، بندخلها في الكومون في الدكت تبع البنكرياس وال كومون بايل داكت، وبنحقن فيها زي كونتراست ميديا، وبنقدر نعمل بنصور المريض بعدين وبنشوف احنا هلو التيوبز الكومون بايل داكت، الليفت هيباتيك، الرايت هيباتيك داكت، كل هدول اذا هم مفتوحين ولا لا، ولا فيهم ستونز ولا لا. فيها بتستخدم لدياجنوسز، ممكن تستخدم لتريتمنت. هاي هلا اللابروسكوب تعرفوا اللي بتدخلوا فيها زي ريجيد سكوبس، بس هاي سيرجيكال بروسيجر عن طريق فتحة في البطن. برونكوسكوب بندخلها غالبا من النيزل كافيتي، بندخلها من النوز، ندخل بعدين بالفارينكس، بعدين باللارينكس والتريكيا، ممكن نشوف فيها غالبا بنشوف فيها الفوكال كوردز والفوكال فولدز. اريثروسكوب بندخل منظار جوا هي ايش بسموه مفصل، وبنشوف في جواته الارض طل فيه اذا في التهابات، وغالبا تستخدم اكثر اشي بالني. سيستوسكوب بندخل فيها بنشوف البلادر، يورينري بلادر. هلا الابر جي اي اندوسكوب له اسم ثاني اللي هو ايزوفيجو جاسترودينوسكوبي، اللي هم بيدخلوا الايزوفيجس والستومات والدودينام، وطبعا تدخل عن طريق الماوث للإزوفيجس، تمام. هلا هون الاندوسكوبي، فهيك شايفين احنا هاي غالبا نهاية الإزوفيجس. هلا النورمو إزوفيجس، فهون شايفين هذا الخط، هذا بسموه جاسترو إزوفيجيال فانكشن جنكشن، هذا الجنكشن بين الإزوفيجس وبين الاستومك، وهاي المنطقة برضو جاسترو إيسوفيجيال جنكشن. بس طبعا هون فيها مشكلة، أولا شكلها غريب ومرتفع على أكثر، فهي ممكن يكون عنده باريت إيسوفيجاس، بس أكثر إشي واضح بهاي المنطقة طلعوا فيه هون جرح. هلا هذا الجرح اللي موجود بهذا المنطقة، هذا غالبا بسبب رح نحكي عنه بعدين، هاي بسموها مالوري ويست سيندروم،
اللي هي بيكون كتير بالإيسوفيجاس، بيكون سببها غالبا الفوميتينج الزيادة عند المريض، غالبا بيكونوا مرضى الألكوهوليك. فهلأ لما بدنا نيجي نطلع برضه، هلأ بنحكي المشاكل الثانية، هذا الإيسوفيجاس طبيعي ما عمله شيء، طلعوا هذا الإيسوفيجاس الجاسترو إيسوفيجيال جانكشن طالع لفوق وغير عن العادي اللي شفناه بالسلايد اللي قبل. هلا هذا بسموها البريت ايزوفيجاس، اللي بصير عندنا زي جاستريك ميوكوسا موجوده جوا الايزوفيجاس. طلعوا هون بهاي الصوره الاولى فيها زي دوالي اللي هي ايش، دايليتد فينز، وهي بسموها ايزوفيجيال فريسز، اللي هي هاي هدول بيكونوا كلهم ايش، بيكونوا كلهم فينز دايليتد، بيكونوا تورتيوس، وهدول مشكلتهم انه ممكن يصير لهم رابتشر بشكل سهل. فاذا واحد صار له مثلا تروما، يعني مثلا اكل اشي بس كان قاسي لهي الدرجة، ممكن ينزفوا. هدول النزيف بيطلع عندهم كثير كثير بلد وبيكون اكسسيف، وهدول ممكن يموت من الرابتشر للفريسز بهاي الحالة. وهدول غالبا بيكونوا مرضى بيكون عندهم ليفر فيلير وسيروسز، عشان هيك صار عندهم ايزوفيجيال فريسز. هلا بدنا نيجي نحكي عن الابدومينال اكس راي. هلا الابدومينال اكس راي في عنا تو تايبس، التايب الاول اللي ببين فيه اللور ريب كيج لعند ايش البلفس، فهذا بسموه كيدني يوريتر بلادر، وهذا غالبا بنشوف بندور فيه على ستون بالكيدني او باليوريتر او البلادر، او ممكن تكون للابر يعني ما تبين لنا، يعني من عند تقريبا نيبلز لعند البلفس، ما بتبين لنا البلفس كامله، فما بنشوف فيها، ما من بنكونش بدنا اياها عشان ندور على كيدني ستون. هاي بنستخدمها غالبا لما نكون شاكين عند المريض في عنده انتستاينال اوبستراكشن. انتستاينال اوبستراكشن له كتير كوزز بدناش ندخل بتفاصيلهم، بس اهم اشي انه بنعرف انه نستخدم لهاي الشغلات. هلا ممكن الابدومينال اكس راي ما نعطيه لحاله، ممكن نستخدم معاه كونتراست ميديا، يعني نيجي نشرب المريض مادة ملونة بسموها باريوم، ماشي، فهاي واحنا بنقعد وهو بشربها بنضلنا نعطي المريض صور اكس راي، فبتبين المادة الملونة وهي بتنزل بالإزوفيجاس والاستومك. هلا اذا انه احنا صورنا بس الباريوم وهو بمشي بالإزوفيجاس والاستومك، هاي بسموها باريوم سولو، بس اذا انه صورناها عبال ما نزلت في الاستومك ونزلت بالانتستين وهيك، بنسميها باريوم ميل. تمام، هلا بالنسبة للابدومينال اكس راي طبعا لازم يكون اريكت، المريض واقف. لما يكون واقف غالبا لما يكون في عنا انتستاينال اوبستراكشن، في عنا موجود زي ما تحكوا فراغات او بلالين في البطن، ماشي. هلا هاي البالون لما يتعبى نصه مية ونص هواء، بيكون مبين ايش، المية تحت والهواء فوق، عشان هيك لازم يكون المريض نايم، بيبين عنا اشي بسموه air fluid levels. هلا normally لازم يكون في عنا اقل من 3 او اقل من 3 air fluid levels، اذا كانوا اكثر بتكون هاي ساين لانتستاينال obstruction، وطبعا حجمهم لازم يكون اقل من 2.5 سنتيمتر. هلا السمول باول، هلا كيف بدنا نعرف الاوبستراكشن وين بيكون موجود؟ هلا كل بارت من السمول باول او اللارج باول في له شيب معين. هلا بالنسبه للسمول باول طبعا بيكون منطقتهم بالسنتر بالابدومين، وفي اشي بيكون مثلا الديودينام بيكون فلات، ما ماله اشي، بيكون زي بايب وما فيه اي تطعيجات. بس الجيجينام والإيليوم بيكون فيهم اشي بسموه فالفيولا كونيفنتس، هلا هاي اللي راح نحكيها. بعدين لارج بول بيكون عندهم الهوستريشنز، اوكي. هلا برضو بدناش نطلع على، ننسى نطلع على البيلياري تري ونطلع على اليورينري تراكت، تمام، وبدنا نطلع برضو على البونز والسوفت تيشو، لانه ما بتعرفوا شو ممكن تكونوا ملاقيين بهاي الشغله. هلا طلعوا هذا المريض، هذا ايش، صوروا الابدومين، في عنده تقريبا هي اير فلويد ليفل،
هاي الاستومك، والاستومك بابل تبعتها، فعادي ما في عنا اي اير فلويد ليفل تاني، فمعناته وهذا حجمه صغير طبعا، جيب مسطرة وبتقيسه، فهذا انا خلينا نحكي انه هو نورمال مثلا ابدومينال اكس راي. هلا نيجي على هذا الابدومينال اكس راي الثاني، طلعوا في عنا هي هنا في خط وفوقي اير، فهذا اير فلويد ليفل، هذا اير فلويد ليفل، لانه طلعوا هذا الخط اللي بيفصل بين الاير والفلويد، هي الاير هون وهي الفلويد هون، هنا برضو اير فلويد ليفل، الاسود اير الابيض فلويد، هي كمان اير فلويد ليفل، شايفين كلها فيها اير فلويد ليفلز، فبهاي المنطقة معناته هاي فيها كتير اير فلويد ليفلز، فهون بدنا نعرف احنا ايش السبب. فهلا في عنا انتستاينال اوبستركشن، انسداد بالعمى، هلا نيجي نحكي على هاي الصورة. هلا طلعوا هون في اشي مش طبيعي، شايفين في هاي الشغلات هون، هذه كلها الانتستين مثلا، شايفين، بس هذا ايش البارت من الانتستين؟ كيف بدنا نعرف؟ نيجي بنطلع عليها من جواتها. اول اشي في الها شكل ولا ما في الها شكل؟ هاي الها شكل، وبرضه في الها خطوط متصلة من الحيط للحيط، فهاي بسموها valvula connivantes، وهاي منفكر فيها انه غالبا راح تكون جوجينم، فغالبا الانسداد وين راح يكون؟ بعد الجوجينم. بس خلينا نيجي على الصورة اللي بعديها. هلا الصورة اللي بعديها طلعوا في عنا نفس الاشي دايليتد، بس الخطوط ما بتوصل من الحيط للحيط، بيكون في فراغ بالنص، وهي بيسموها ايش؟ الهوسترا او الهوستريشز. طبعا في عنا هون كثير اير. هلا خلينا نشوف هاي الصورة مع بعض. هلا اول اشي هون ما في عنا اير فلود بالبلز، بس مبين عنا الهوستريشنز. الهوستريشنز ممكن تبين بالوضع الطبيعي، بس طلعوا في اشي مش واضح. اهم اشي لما بدنا نيجي نطلع على الاكس راي، طلعوا لازم طريقة سيستماتيك عشان ما تنسوا اشي، يا اما بتطلعوا على اورجان اورجان، او الطريقة اللي انا بفضلها بتيجي بتمشي من نقطة، خلينا نوضح الخط، نمشي من نقطة معينة بعدين نعمل زي هيك نطلع عليها. فهلا في اشي احنا شفناه خربشت انا فوقية، هلا بهاي المنطقة واحنا بنطلع فيها دولة، شايفين دائرة دائرتين ثلاثة اربعة، هدول موجودين بالليفر وغالبا راح يكون موجودين بالجول بلادر، هدول بسموهم جول بلادر ستون، تمام. فيهم مرة تانية هيهم، طلعوا عليهم منيح وبتشوفوا. طيب خلنا نشوف هاي الصورة، نرجع نطلع مع بعض مرة تانية، نمشي من زاوية نمشي بعدين ايه لقينا شغلة، هاي شغلة مهمة، فهاي غالبا راح تكون ايش؟ ستون، وغالبا هاي ستاج هورن ستون موجودة بالكدني. بس تنسوش لازم تطلع بطريقة تانية، اللي هو لازم نضلنا مكمل، شفنا شغلة مش معناته ما في شغلة تانية، فبدنا نطلع على كل المحلات نتأكد انه ما في اشي، تمام. هلا نيجي على الصورة اللي بعديها، هاي اشي بسموه الباريوم سولا، شايفين في المريض شرب اشي طلع مادة ملونة، وهاي لونها ابيض، طلعوا بوصل على الجاسترو ايزوفيجال جانكشن، بعدين تدخل بالاستومك وبتنزل من الاستومك، بعدين ممكن نبين بالميل بتبين لبعدين. بس تطلعوا ايش في ابنورماليتي بهاي الصورة، غالبا احنا المفروض لما ينزل اكل عنا من الاسوفيجس للاستومك بصير في عنا ريلاكسيشن للاسوفيجال جانكشن، بس هنا معلقة المادة في الإيزوفيجاس ومش عم تنزل جوا الاستومك، ليش؟ بسبب تضيق موجود على الجاستروإيزوفيجيال جانكشن، وهي بسموها أكاليزي أو أكاليجيا. هلأ نيجي على هاي الإكسري، هاي تشيست إكسري بس فيها شغلات غريبة. فلما نيجي نطلع خلينا احنا تفكروا هاللي تشيست تشيست تشيست، لانه المريض غالبا بيجي معاه شورتنس اوف بريث، طلع ايه في عنده اشي موجود هون، اير فلويد ليفل موجود عند الهارت، معقول يعني الهارت مش معبى كثير؟ لا صح، وفي هذه غالبا راح يكون في عنا زي ما تحكوا في
تاج اللي هو هيرنيا موجود بالديافرام، بيصير عندنا الاستومك بيطلع بارت منها جوا التشست كافيتي، فهي بسموها هيئة الهيرنيا. وتطلعوا هنا في عندنا اير فلويد ليفل، هي الفلويد اللي لونه ابيض والاير لونه اسود، هذا غالبا بسموها جاستريك بابل، فهي الاستومك العادية. بس ديروا بالكم من هاي هيئة الهيرنيا تشخيصها، فإذا ما طلعته منيح بتبين زي كأنها هارت، طلعوا مرة تانية بتبين زي كأنها بارت من الهارت، فإذا انكم ما طلعته منيح ما راح تنتبهوا لها. فهي اير فلويد ليفل موجود وين؟ ورا الهارت. هلا بدنا نبلش بكيس ستاديز وحدة وحدة. هلا خلينا نقرا مع بعض او اقراوها لحالكم، هلا بعدين بدنا نشوف شو في اسئلة. عمره 62 سنة، اجا بليدنج بير ماوث، هاي اهم اشي. Drinking problem، ممتاز. Throughout most of his adult life he drinks about half case beer each day، يعني كم غالبا الكيس بتكون فيها 6 فبشرب اتليست 3 معناته. He has lost several jobs over the years of drinking، يعني بسكر كتير وبيكون غالبا drunk. فلحظة منفكر هلأ قبل ما نبلش، bleeding per mouth بيشرب كحول كتير، ممكن يكون في عنده liver cirrhosis، والliver cirrhosis عملت له مثلا esophageal varices، صارت esophageal varices bleeding، او خلينا نحكيها بس تفكير سريع واحنا عرفنا بس لانه drunk. ممكن الناس اللي بيكونوا drunk بيصير في عندهم vomiting كتير، والvomiting اللي زيادة بيعمل لنا Mullery Wells syndrome، والMullery Wells syndrome ممكن تعمل لنا bleeding per mouth. طيب عملنا two differential diagnosis بس لما عرفنا انه bleeding per mouth وعنده drinking problem. He had tried several self-help programs as well as Alcoholic Anonymous all with little success، يعني ما زبط معه لساته بشرب كحول. He has been hospitalized for several occasions over the years. He has several tremors in his hands, asterisks هاي اللي بسموها، which make it difficult for him to use spoon, fork, knife to eat. It's your first day on the job as an occupational therapist and you are consulted by his physician to see if there is any way to help Vincent use eating utensils. Not knowing anything about him، انت بتعرفش اشي عنه، you opened up his past medical history which incidentally are quite thick، يعني عنده تاريخ المرضي كتير. هلا اجى على المستشفى لاول مره، اول جاي له على المستشفى، كان عمره 32 سنه، كان عنده vomiting of blood after drinking، طبعا binge drinking اللي هدول مثلا بيكونوا بحفله بضلهم يشربوا 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 كثير، هاي بسموها binge drinking. That lasted 7 days and was marked by excessive and repeated vomiting episodes، كثير صار يستفرغ بهاي 7 ايام. غالبا بيكون عنده هذا المريض alcoholic hepatitis. The vomit test was bright red. هلا في عنا كلو مهم لما نحكي انه bright red. هلا عنا البلد لما يدخل على الاستومك ويضله مثلا ويختلط بتبعت الاستومك غالبا بتحول لونه للاسود. ثاني اشي اذا البلد ضله موجود يومين جوا الجي اي سيستم او اكثر غالبا بتحول لونه للون الاسود. هلا اذا انه كان البليدنج سريع وما اختلط بالاسيديتي وما ضله يومين بالجي اي سيستم غالبا بيطلع لونه برايت ريد. فكلمه برايت ريد كثير رح تعمل لنا شغلات مهمه. فهيك عرفنا انه ما اختلط بالاسيديتي تبع الاستومك، اي واحد. ثاني اشي انه صار له اقل من يومين هذا البلد في الجسم. ثاني اشي ممكن هذا البلد يكون من الريسبيراتوري، فديروا بالكم مش خلص تحكوا انه هذا المريض الكحولي معناته خلص، ممكن يكون عنده تي بي المريض، فدايما انتبهوا للسيناريو كامل. هلا why was the blood bright red rather than the color of coffee، هلا حكيت لكم انه اسود لما يصير لما يختلط في المعدة فبسموه coffee ground vomiting، يعني كيف الحثل تبع القهوة هذا بيكون شكل البلد إذا إنه كان موجود جوا الاستومك. Based upon your knowledge of vomiting reflex, why might severe vomiting tear the mucosa؟
هلا هاي رح نحكيها. What's the most likely diagnosis؟ هلا هاي الصورة جبنا لكم إياها من قبل، أهم شيء هاي gastroesophageal function، وتطلعوا بهاي المنطقة إيش عنده المريض. في عنده تير بالإسوفيجس، فهاي بيكون عنده غالبا مالاري ويست سيندروم. هلا بالمالاري ويست سيندروم مرضى اللي عندهم، هلا إذا إنه كان في عنا كتير، مش بس كان زي ما تحكوا مزع صغير، كان في يعني وصل للميديا ستاينم، يعني انفتحت كل الوول تبع الاسوفيجس، هذا المريض غالبا بيكون عنده اشي اسمه بورهيف سيندروم. هاي السيندروم مفروض تعرفوها لانها هي سيرجيكال امرجنسي، وممكن تعمل للمريض سيفير سيفير انفكشن بال ميديا ستاينم، وهي خطيره. هلا الفوميتنج ريفلكس، انتو عارفين انه المريض لما بده يجي يعمل فوميتنج بيجي بشد الابدومينال ماسلز كثير، وبصير في عنا البريستالسيس بتصير عنا بالعكس، فلما يصير الضغط كثير عشان يطلع الفوميتنج من من المعدة للماوث، هذا بس ما بيصير في عنا ريلاكسيشن جاستروسوفيجال جانكشن، فهذا الضغط الكبير ممكن يمزع لنا الاسوفيجس. هلا طلعوا مره تانية ايش الفومتنج ريفلكس، بصير عندنا ديب انهاليشن، بيكون الديافرام محطوط فلات، يعني بيضغط على الابدومين عشان يزيد الابدومينال وول تنشن. بعدين عندنا بصير الجلوتس بسكر، هاي مهمه ليش؟ عشان ما يدخل اي بارت من الفوميتس، بيرجع لنا باك وين على الريسبيراتوري سيستم. بعدين الابدومينال وول مسل بصير لها كونتراكشن، بعدين بزيد عنا الانترا ابدومينال بريشر، بعدين بزيد عنا البريشر الموجود في الاستومك، بعدين بصير لنا ريلاكسيشن للايزوفيجال سفينكتر، هاي نورمالي ماشي. بعدين ايش بيطلع عنا الفوميتس من الماوث. هلا المرضى اللي عندهم الكحوليزم او اللي بيجوا هم لحالهم بيستفرغوا، مثلا حطوا اصابعهم بحلقهم عشان يستفرغوا، هدول غالبا الريفلكس تبع الاسوفيجال سفنكتر ما بيشتغل منيح، فلما يجي يزيد كل هذا الضغط وما يصير عندنا ريلاكسيشن منيح بالاسوفيجال سفنكتر، ممكن يصير في عندنا تير بهذيك المنطقه. فعشان هيك حتى مش ضروري الواحد يصير عنده مالاريا سيندروم يكون الكوهوليك. في مرضى اللي عندهم انوركسيا نيرفوزا، او خلينا نحكي بوليميا، اللي هم اللي بياكلوا كثير بس عشان ما ينصحوا بيروحوا بيرجعوا بيستفرغوا، بحطوا اصابعهم بحلقهم بيستفرغوا، هذول ممكن يصير في عندهم كمان تير. فديروا بالكم من شغلة الاستفراغ كثير، ولازم تعرفوا شو سبب الاستفراغ. هلا خلينا نحكي بعدين، قرأ مرة تانية في ملفه، طلع في عنده second hospitalization، هاي المرة كان عمره 41 سنة، إجا كان معاه high fever، هاي غير، بعدين nausea, loss of appetite, and dull continual pain in the epigastric area، عنده pain بالepigastric area. بعدين when pain بيروح للليفت سايد of the back. In addition, he had diarrhea of particularly foul odor and yellow color. And he had also lost 15 pounds in the last months and a half. Unfortunately, the page of the chart is torn, ممزوع الورقة, and you cannot read the diagnosis. بس في عنا شغلات موجودة باللاب ريزلتس تبعته. كان عنده مرتفع الأمايليز ومرتفع اللايبيز، والسي بي سي بيكون عنده الوايت بلد سيلز عالي، الهيماتوكريت واطي، كان عنده الاي ال تي عالي والال دي اتش عالي. فهلا بقول لك انه الالكوهول اكسبوجر بزيد لنا الانفلاميشن في بعض الاورجانز الموجوده في الجسم زي الاستومك. هلا هنا غالبا الباك بين اللي عنده مش سببه شو، هلا هاي الصراحه واضحه، طلعوا ايبيجاستريك بين رادييتد تو ذا باك واحد، بعدين loss of appetite, fever و nausea، بعدين diarrhea of foul odor. هاي diarrhea of foul odor غالبا بتصير بسبب المال absorption، فالمريض على الأغلب عنده إيش؟ فكروا معي، التهاب أي organ ممكن يصير عند المريض مال absorption،
غالبا، وبزيد لنا الأمايليز أو اللايبيز، صراحة ما في أوضح من هيك، اللي هو بنكرياتيتس، وغالبا هذا بيكون عنده الكوهوليك بنكرياتيتس. المين كوزز تبعون البنكرياتيتس، الموست امبورتنت كوزز للبنكرياتيتس، واحد الكحول، اثنين الجول ستون، جول بلادر ستونز، لانها ممكن تنزل وتسكر لنا البنكرياتيك داكت، تعمل لنا انفلاميشن، تمام؟ فلازم تعرفوا هاي الشغله. Based upon the location of the pain, would you guess that the organ in question is retroperitoneal or organ attached to the abdominal wall by mesentery, يعني intraperitoneal؟ هلا غالبا راح تكون retroperitoneal organ، عشان هيك بصير عنده radiation للباك. بعدين based upon the function of the organ in question, what is the causing the steatorrhea and weight loss؟ حكيت لكم تعرفوا انه الاكزوكراين فانكشن تبع البنكرياس، اللي هو الدايجستشن لغالبا البروتينز والفات. فعشان هيك المريض اللي بيكون عنده بنكرياتايتس بيصير في عنده مشكلة للدايجستشن للبروتين، فبضلوا البروتينات موجودين جوا الدايجستيف تراك. عشان هيك هدول بصيروا زي بيعملوا اسموسيس، يعني بيسحبوا الدم الموجود في الووتر الموجود اللي في الجسم، بيسحبوه لعند الدايجستيف تراك، فهذا بيعمل لنا دياريا. وهاي الدياريا بتكون فاول سميلينج، وريحتها كثير سيئة، وبتكون difficult to flush، كثير صعب انه يعملوا لها فلاش بالتويلت، فهاي بسموها استياتوريا، وهاي سببها. وطبعا بسبب الفات والبروتين مال absorption بصير عند المريض ايش weight loss. خلينا نقرأ مع بعض. chronic exposure to alcohol can cause pancreatitis. بعدين البنكرياس retroperitoneal، عشان هيك بيعطينا dull pain و throbbing pain، موجود وين؟ غالبا في الباك. suffering from alcohol induced pancreatitis زي ما حكيت لكم. طيب هلا نيجي على الكيس اللي بعديها. هلا الكيس اللي بعديها ثالث مرة دخل المستشفى، دخل بسبب آخر، خلينا نشوف شو هو. دخل عمره 49 سنة، هاي المرة كان عنده dull pain in the right upper quadrant of the abdomen intermittent fever of 3 weeks. صار له 3 weeks، 3 أسابيع مرتفعة درجة الحرارة، طبعا هاي الفترة مش كثير قليلة، بالعكس كثير كبيرة. والايش السكن تبعه يلو، والوايتس تبعون الاي، فهذا المريض عنده جوندس. فغالبا ايش بتفكروا؟ خلص جوندس يعني ليفر. بس طلعوا هنا elevated سيري اكتيف بروتين، الاسبرتين ترانس امينيز ترانسفيريز اي اس تي مرتفع، الاي ال تي نورمال. متذكرين انا ايش حكيت لكم مره في المحاضره؟ انه الاي اس تي والاي ال تي والاي ال تي اللي هم ترانسفيريزز، هذول معناته بيشتغلوا فيهم ايش؟ هم سبيسيفيك للليفر للهيباتوسايتس، والاي ال بي والجي جي تي هذول سبيسيفيك لايش؟ للبيلياري تري. وتطلعوا البيليروبين مرتفع والبي تي برولونجد، حكيت لكم انه البي تي والالبيومين هم الموست سبيسيفيك انديكيتورز للليفر فانكشن. فعشان هيك لما احنا نيجي نطلع على هدول غالبا هلا بال 49، بما انه الاي اس تي والاي ال تي مش مرتفعات، هلا هذا المريض غالبا ما راح يكون معاه هيباتايتس، بس الاي ال بي مرتفع والجي جي تي مرتفع، فالمريض عنده غالبا ايش؟ مشكلة بالبيلياري تري. والبيليروبين مرتفع، بس ما حدد لنا الدايركت ولا الاندايركت، بس خلينا نحكي انه الدايركت اللي هو الكونجيجيتد مرتفع، فهذا المريض غالبا راح يكون في عنده ايش؟ عنده بيلياري ستون اللي هي كوليك. يعني هلا
بس وبقول لك is the diagnosis consistent with the location of the abdominal pain؟ طبعا اللي مكتوب بالرايت ابر كوادرنت، والراديشن طبعا راح يكون للرايت شولدر. وطبعا لانه عارفين انتو انه يعني هي من الفورجت بتبين، فراح يكون في الابر بارت، ولما يكون في اريتيشن للاريا اللي حواليها فراح تعمل لها لوكاليزيشن مور تو ذا ليفت. هلا هاي راح افرجيكم كيف الكونكشن تبع الجول بلادر والليفر والديدنم. بعدين هون بحكي if Vincent liver disorder resulted in the production of gallstone، هي gallstone، what the danger might that present to his pancreas. طبعا زي ما حكيت لكم قبل انه الجالستون ممكن تنزلنا بالكومن بايل داكت وتعملنا obstruction للبايل داكت، او اذا انها سكرت مثلا الامبيولا اوف فاتر فممكن تعملنا بانكرياتيتس. وطبعا ليش هم يلو وهاي كولد جونديس؟ طبعا هاي انتو عارفينها، فيش داعي اجاوبها، بس طلعوا علي. هلا في الجواب راح يكون مكتوب عندكم غالبا عند المريض الكوهوليك هيباتيتس. هلا ليش مش الكوهوليك هيباتيتس؟ انا خربطت لما كتبت لكم المحاضرة. هلا غالبا بالالكوهوليك هيباتيتس ال ALT وال AST الاثنين لازم يكونوا elevated، وغالبا بالالكوهوليك هيباتيتس ال AST بتكون مرتفعة اكثر من ضعف ال ALT. فاذا كان عندنا ال ALT 100 ال AST لازم تكون 200، وغالبا مرضى اللي بيكون عندهم الكوهوليك هيباتيتس كثير بتكون اعلى، فممكن ال ALT بتكون 500 وال AST ممكن توصل ل 1000، فهيك بتكون الكوهوليك هيباتيتس. فلما تكون ال AST اكثر من ضعف ال ALT بنفكر انه بيكون الكوز تبع الهيباتيتس الكحول. اما اذا كان ال ALT اقل اكثر من ال AST بيكون ايش السبب؟ نان الكحوليك هيباتيتس، بندور على السبب، ممكن يكون هيباتيتس مثلا بي فيروس. فهذا الجواب غلط، مش الكحوليك انديوس هيباتيتس، هذا بسموه جول بلادر ستون. ماشي. هلا بدنا نحكي مثلا هذا الليفر، هاي الليفر يكون في عنا ايش رايت وليفت هيباتيك داكت، بعدين بنزلوا ايش بصير مع الجول بلادر، بسمونه ايش كومون بايل داكت، هذا بسموه سيستيك داكت، هذا كومون هيباتيك داكت. فعنا رايت وليفت هيباتيك داكت، مع الرايت والليفت هيباتيك بصير عندنا كومون هيباتيك داكت، بعدين من الجول بلادر والسيستيك داكت بصير عندنا ايش الكومون بايل داكت. هلا الكومون بايل داكت بيمشي مع البنكرياتيك داكت وبيدخل وين؟ بالامبيولا اوف فاتر اللي هي ايش تيجينا بتدخل لها ايش جوا الدودينم. فهذا هو الكونكشن تبع بين الليفر والدودينم والبنكرياس. هلا نيجي نحكي على رابع مرة دخل فيها المريض على المستشفى. إجا عمره كان 58، هاي المرة دخل على الإمرجنسي روم بصير بسبب vomiting of right red blood، زي ما حكينا هذيك زي المرة اللي قبل، نفس الديفرنشال راح يكون، بس البلد بريشر تبعه 60/30، فهو سيفير هاي بوتنشال، المريض راح يموت. The bleeding and vomiting started abruptly suddenly، كان ياكل اشي هارد ودراي، متذكرين زي ما حكيت لكم من قبل. بالاندوسكوبي غالبا هاي بتنعمل emergency اندوسكوبي، وغالبا بتكون therapeutic، فبيدخلوا مش بس عشان يشخصوا انه في esophageal varices، بيدخلوا بروحوا بيربطوهم كمان، بيعملوا stitching عشان يوقفوا البليدنج. فهي بتكون therapeutic and diagnostic and therapeutic endoscopy، وهي emergency. فالمريض عنده ايش ruptured esophageal varices. وايش الاسوفيجيال varices؟ تعرفوا انه هم البلد اللي بصير له routing من البورتال سيركوليشن للسيستميك سيركوليشن، لانه عندنا لما يصير عندنا liver cirrhosis بصير عندنا portal hypertension، فبطل البلد يقدر يمشي بالبورتال vein. فعشان هيك فبصير له routing بدل من portal vein بيروح للسيستميك سيركوليشن
عن طريق أكثر من شنط، واحدة منهم من عند الإسوفيجال فينز فبيسووا لنا إسوفيجال فريسز، منطقة تانية اللي هم اللي عند الأمبلايكس فممكن هدول يعملوا لنا الكابوت ميدوزا، وثالث إشي الهيمرويدال فينز فبصير عند المريض هيمرويدز، ماشي، اللي هم البواصير. غالبا اللوكيشن تبعهم بيكون موجود باللور إيزوفيجس. On the hospital chart you see two other secondary diagnoses listed. واحد cirrhosis of the liver، ثاني إشي portal hypertension. Does the additional information help explain why Vincent developed esophageal varices؟ هاي حكيناها هلا، إنه كيف بصير عندنا ال backflow pressure وبصير عندنا ال varices. هلا برضو الناس اللي عندهم ليفر سيروسز زي ما حكينا بصير في عندهم مشكله بالبي تي، لانه كل الكلوتينج فاكتورز تتصنع بالليفر، فهذول المرضى بيكون في عندهم كمان مشكله، عندهم كلوتينج فاكتور ديفيشنسيز، فعشان هيك بيكون في عندهم البليدنج سيفير، ممكن يكون لايف ثريتنينج. ويعطيكم العافيه، هيك بنختم محاضرتنا عن الابدومينال اكس راي وعن الاندوسكوب.